الخامس والعشرون من جويليا من سنة 57 وتسعمائة وألف كان تاريخا مفصليا في تونس بعد قرار إعلان الجمهورية وإنهاء حكم البياد الذي مثل عقبة أمام سيادة الشعب وحريته، حكم فردي مطلق كان سببا في احتلال أجنبي أرهق البلاد والعباد طيلة سنوات إلى أن أنهي لتعلن بإنهائه الجمهورية ولتعود معها سيادة الشعب بعد التخلص من رواسب الحكم الملكي الحسيني الذي دام 250 عاما. فغادر آخر البيات التونسيين لمين بيقرطاج شاغلا مكانه الزعيم لحبيب بورقيبة رئيسا مؤقتا إلى حين دخول الدستور حيز التطبيق. قرار إلغاء الملكية وأعلان الجمهورية جاء بعد أقل من عامين على استقلال تونس، وتم في جلسة عامة عقدها أول مجلس قومي تأسيسي بحضور الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة حين كان رئيسا للحكومة آنذاك. واتفق أعضاء المجلس القومي التأسيسي بالإجماع على إلغاء النظام الملكي، فكان أعلان الجمهورية الذي احتفى به التونسيون في كامل أنحاء البلاد. في هذا اليوم يوم الخميس 25 جويلية 1957 بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية، فعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب وتعيين السيد الرئيس لحبيب بورقيبة على رأسها مؤقتا ريثما يتم الدستور. ومهد إعلان الجمهورية الطريق لبناء الدولة الحديثة، فأعلن الزعيم بورقيبة ورجال دولته الحرب على الفقر والجهل، وتم تعميم التعليم والصحة المجانيين، وكرست المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات، ووضع الشعب على طريق الحداثة. تطورات كبرى ومراحل مختلفة شهدتها الجمهورية الأولى التي خط أحداثها الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة، والتي انتهت بثورة 17 من ديسمبر 14 من جانفي 2011، والتي أدت إلى كتابة دستور جديد لتونس والمصادقة عليه سنة 14 و2000، تاريخ أدخل البلاد مرحلة جديدة وتم إعلان الجمهورية.